السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. النهاردة جولة جديدة كده في الحواري والشوارع والأماكن الفقيرة والأماكن المعدمة والناس اللي هم بيكون حالتهم بقى تعبانة قوي والكلام ده كله، ده موجود عندنا برضو في المدينة هنا. هنخش كده وهتكون جولة بقى حوالين البحر وبتاعه والكلام ده، وهنشوف بقى. طبعا زي ما انتم شايفين كده، دي هنا بقى الناس اللي هم ايه المعدمين، او مش المعدمين، معدمين يعني والله فيهم ناس بتعمل لها 50,000 و40,000، اعرفهم معرفة شخصية هنا في المنطقة. الموضوع بقى حكاية المعدمين دي، هم عاجبهم ان هم قاعدين في المساكن بنفس الطريقة دي كده يعني. طبعا انا كده متجه ناحية البحر، و هنشوف بقى ايه المنظر اللي احنا رايحين عليه. وها هو المنظر اللي احنا داخلين عليه. طيب انا هنا كده، ايوه، عشان بس الكاميرا تظبط. انا خارج مع العيال النهارده كده، خارج مع زوجتي، وده المنظر اللي احنا كده على ناحيه البحر. طبعا المنظر هنا روعه في الجمال. طبعا هنا شجر الموز بقى مختلف عن المنطقه اللي انا قاعد فيها. هنا شجر الموز بسم الله ما شاء الله عليه هنا، والكاندنج ما شاء الله عليه برضو، اللي هو طبعا لابوك مليان طين، لابوك طين بالبسايا. فشجر الموز هنا منتشر هنا في منت شويه موز. طبعا شايف بس الكاندنج دي الغنم، الابقار، شجار الموز. طبعا ده كان في الاعصار، كل ده كان متدمر اساسا، كل ده كان متدمر. لابوك لابوك، ايوه لابوك لابوك، بي كيرفول. فالطين هنا في الارض، رغم ان هي ارض زراعيه فيها حشائش ونجيل، لكن برضو رجليك بتغرز يعني. طبعا بصوا بقى المنظر كده، واو واو. هنا بقى ايه، صيادين، كل دول صيادين، كل دول صيادين صيادين صيادين. هابون، كل دول هنا صيادين. طبعا الإضاءة مش مظبوطة هنا بقى ايه، هنا البحر. طبعا موضوع البحر ده هنا في كلام كتير. طبعا هنا كده دي نجرس اورينتال كده، لو انا رحت بعيد، شايفين الجزيرة اللي بعيد دي قوي قوي قوي، دي سيبوه. الجزيرة اللي بعيد قوي 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 دي سيبوه. طبعا كل واحد بقى هنا بيسيب المراكب بتاعته. لو تبصوا هنا هتلاقي فيه هنا في حبال هنا كده، بيكون رابطين المركب بتاعتهم وتركنها في البحر. كل واحد ليه هنا المركب بتاعته، بيطلعوا بالليل، يطلعوا يصطادوا في بالليل. واو 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 واو. طبعا المراكب هنا كتير قوي بقى، المراكب هنا كتير 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 كتير. هنتمشى ونتفرج ونشوف المراكب هنا عامله ازاي. طبعا المنظر، طبعا مراتي ايه ملتفته قوي لادم. بص المنظر عامل ازاي هنا كده،
حتى هنا لو حتى لو تلاحظ هتلاقي الفلبينيين بيعملوا حاجه لذيذه قوي دي، محدش يعني نادرا ما حدش يعرفها يعني. بص هتلاقيه معلقين اليافطه هنا كاتبين لك باسوره، باسوره دي تلاقي ايه القمامه يعني الزباله تيجي تحطها هنا، اوعى تحط زباله في اي حته. طبعا الزباله هنا او القمامه هنا اعزكم الله بتطلع في يوم معين في الاسبوع، واللي بتستلمها البلديه. فهنكمل بقى رحلتنا كده ونكمل ناحيه كده الاتجاه ده ونروح نشوف بقى ايه ايه الاخبار الناحيه دي. سلولي هناي هناي Hello. Good afternoon. Mine happen. دي المراكب بقى اللي هم مراكب الصيد. مشكلة بقى الفلبينيين هنا. The problem of Filipino here. Anyone if he saw me or meet me, subscribe my channel. Subscribe my channel. I don't know why meet like that. لابوك. واو. Where we go? There or there? ما شاء الله. I don't know the road. نشوف الأبقار بقى. واو بقى. خايفة مني. خايفة مني. She scared يا بابا. That's scared. It's scared. ها؟ وي لابوك. تو ماتش هاوس يا ماما. والله بيوت متكلفه يا طيب، والله بيوت متكلفه يا طيب، والله بيوت متكلفه يعني، ورغم ان هي في مناطق نائيه لكن بيوت متكلفه والله. انتوا شايفين البيت عامل ازاي؟ البيت متكلف. البيت متكلف والله، البيت ما شاء الله متكلف. الله أكبر. هو منطقة نائية لكن البيت يعني ما شاء الله عليه يعني. انت كده احنا الطريق طالعين على الشارع عشان نلف من الناحية التانية ونروح لعمة زوجتي. طبعا انا اول مرة اخش المناطق دي والله.
وعادي اخشها لوحدي عادي، مفيش مشكله، المكان امان زي ما انتوا شايفين. بص مش هتلاقي هنا الا ابقار وغنم وبس، ابقار وغنم فقط لا غير. طبعا طلبه المدارس لسه خارجين بعيد دول، معرفش اذا كان الكاميرا جايباهم ولا لا. على العموم احنا هنطلع الشارع وبعد كده هنروح لمين؟ لعم زكي. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you like a time. في بيوت صفيح وفي بيوت غير صفيح، وفي بيوت كده ما شاء الله. ده في واحد مركب بتاع كام كشاف سولار، فاحنا ماشيين بقى كده ايه، رايحين جايين جايين رايحين. بصوا هتلاقوا المناظر دي عمركم ما هتشوفوها غير كابلات كهرباء في مصرف ميه، يعني مش هتشوفوها غير هنا في الفلبين. طبعا كل دي كابلات معزولة خلي بالكم، والا ناس كتير ماتت راحت في 60 داهية في الحكاية دي. طبعا شجر الموز هنا ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، لا قوة الا بالله، ما شاء الله الله اكبر الله اكبر، لا قوة الا بالله. الموز هنا ما شاء الله شكله جميل والله، واصفر، في منه اخضر وفي منه اصفر، لسه ما مش باين قوي يعني، لسه ما اتجمعش. طبعا سامعين معيز، ما شاء الله معيز هنا اكتر، هو هناك اهو كمان بيرد كمان، يعني واحد هنا وواحد هنا، وادي اتنين هنا اتنين هنا. شجرة موز لسه، ها تقول يا هادي، هتقول يا هادي. طبعا صاحب البيت كل موز ما شاء الله الله اكبر. ف هي جايه لي، هي فاكرانها صاحبها ولا حاجه، فاكرانها صاحبها. ما شاء الله هنا عمل ذكر بقى، الكلب ده عمل ذكر.
ايوه هيعمل ذكر عليا انا بقى. دخل جوه البيت خلاص بقى ذكر، بره البيت ولد نعجه، ولد نعجه بره البيت، ولد نعجه جوه البيت اللي هو قاعد فيه، يبقى بسم الله ما شاء الله سبعة ذكوره في بعض. مشكلة الكلاب في الفلبين مشكلة والله العظيم، معضلة من ضمن المعضلة. طبعا ده الكوكونات العادي يا جماعة اللي هو الأخضر ده، ده كوكونات عادي. دول صيادين، ممكن يكون جايب قواقع أو حاجة زي كده، بدور على قواقع. قواقع هنا بتكون بشكل فظيع، وفي سرطانات البحر بقى اللي هي إيه اللي إحنا بنقول عليها الجبجب، بتكون هنا برضو بتختفي هنا في وسط الزلط، فهم بيدوروا عليها. طبعا زي ما انتوا شايفين ميه حلوه مع ميه مالحه. وير وي جو؟ مراتي بتنبهني بتقول لي خد الفيو ده. طبعا اهو وير وي جو، وي جو دير دير اور دير لايك ذات. وير اب اي دونت نو، ميبي اي نو نو نو، وي جو دير اند هاف ستير دير، اتس بيتر هاف ستير دير. هنا بقى كله صيادين بقى يا جماعة، كل هنا صيادين. شوف كوكونات بتشرب من مية مالحة، كوكونات بتشرب من مية مالحة. الله أعلم إزاي أنا، سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب. طبعا زي ما انتوا شايفين هنا، هنا هنا ما بينضفوش لأسباب، هنا لما بيجي مد المايه بتبقى لحد فوق هنا كده، يعني لما بيجي مد هنا المايه بتبقى لحد هنا فوق، فالمايه بتبقى مقربه على ان هي تخش البيوت، وهم صيادين متعودين على كده. رغم ان بيوتهم هتلاقيها بص بالطوب، يعني نص طوب ونص سي ذا ديسترويد، ذا سيمنت ديستروي بيكوز اوف ذا تايفون. يا ابوي شفتوا الاعصار يا جدعان لما ضرب هنا؟ الاعصار لما ضرب هنا السنه اللي قبل اللي فاتت 20 اخر 2021، شوفوا عمل ايه في الاسمنت، شوفوا المنظر ده عمل ايه في الاسمنت. دي حواجز ميه يا جماعه، دي حواجز عشان ما معموله المفروض الحكومه عاملاها عشان المد ما يخشش على الناس هنا، ما يخشش على البيوت هنا. ورغم ذلك كان في الاعصار اللي هو كان في اخر 2021، شوف دمر عمل ايه، شوف دمر عمل ازاي، شوف 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 دمر الخرسانه دي كلها. طبعا في كراب هنا اهو، معرفش اذا كنتوا شايفينها ولا لا. يا بابا كام 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 تو سي تو ماتش كراب اند بيج بيج كراب. شفتوا بقى هنا سرطانات البحر كتير قوي 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 قوي، وهم هنا بيحبوا يصطادوها. يعني هو ده بالظبط كبير، في واحد كبير قوي مش عارف اذا كنتوا شايفينه ولا لا. بس ذات نوت فور فور ايت نوت فور ايت نوت فور ايت ها نو ذير اتس بيج It's big. No, no, that's small. That's small, small, small. Okay, okay. Where you go? I go down. Why you go down? You are here. Come on. I tell you, too much water. Hide. Hide. شفتوا مدمرة الدنيا ازاي؟ سبحان من عدانا من الموضوع ده يا جماعة، والله سبحان من عدانا من الإعصار ده، كان أقوى إعصار من 30 سنة. You go back.
يلا جو داون. بعد ما وقعنا وقعت اتزحلقت، الاخ يبقى يعتبر حفيد زوجتي، تبقى هي عمته الكبيره، تعتبر هي عمته الكبيره، واحنا هنا كده عند ايه عمه مراتي، فهو جاي يطمن عليا ويشوف ايه اللي حصل. احنا كده عند عمة مراتي. دي مجهودات خاصة، واضح كده ان هي مجهودات خاصة. هلو هلو اين هابون هابون كومستا هنا بقى عاملين بريدج بعد الاعصار عشان الناس تيجي تتمشى عليه، ده لسه جديد، ده لسه معمول جديد، واضح جدا. اها والله شيء جميل، والله المية صافية. هنا بقى الناس يعني زي ما انا قلت قبل كده وكذا مره قلت قبل كده، الناس هنا غلابه جدا وطيبين جدا، وحبوا ان هم يطمنوا بعد لما انا وقعت، يعني حبوا ان هم يطمنوا بقى ويشوفوا الجرح اللي في رجلي وبتاع. هو جرح بسيط يعني، مش جرح كبير قوي، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ف بيطمنوا وبتاع. طبعا انا قفلت الكاميرا بسبب انها ايه رجليها كانت بتجيب دم. وبعد كده هنتوجه طبعا، ادم بقى قاعد هناك على الشط هناك اهو ما شاء الله، نازل بقى ايه في صدر الكراب، وهيتهبل ويجيب كراب جبجب. طبعا هو ايه دماغه في الجبجب لحد لما هيجيب لنا جبجب. طبعا لو اوريكم بقى الميه، اذا كان انا كنت اقدر اوريكم الميه، لا ده كده انا جايب نفسي، انا مش عارف اذا كانت المية باينة ولا مش باينة. المية هنا اهي. طبعا هتكلم بقى على موضوع الشواطئ الرملية دي يا جماعة، هتكلم على مواضع الشواطئ الرملية. ده شاطئ زلطي، ده عليه زلط. وايه الموضوع بتاع الشواطئ الرملية وايه الشواطئ الزلطية اللي زي كده؟ عشان في ناس يقول لك والله الشط ده رملة ناعمة وجميلة وبتاع، 90% من الشواطئ الرملية بتكون شواطئ مصنعة، تم تصنيعها، يعني مش هي شواطئ حقيقية،
لأ هي بتكون تم تصنيعها، وده غالبية الفلبين على كده. والشواطئ اللي بتلاقي عليها بقى الكلام دوت تمام، هي اللي بتكون اللي هي الرملة يعني، هي اللي بتكون شواطئ مصنعة. طبعا انا عايز بس اوريكم حاجة، هو وقف لي كده، الكاميرا عندي وقفت، عايز اوريكم حاجة هنا كده. شايفين كمية المراكب؟ ركزوا على كمية المراكب قد ايه. بص كمية المراكب هنا، هو انا مش عارف في ايه بالظبط في الجيمبل، هو مديني صح بس هو مش عارف مش عايز يحود ليه. على العموم انا هخليه يحود غصب عن عينه، مش مشكلة يعني تمام. فاحنا هنخليه يحود. بصوا بقى كمية المراكب هنا، دي كلها بتكون مجهزة. دي في مراكب بعيدة بس مش عارف اجيبها، في مراكب بعيدة بس مش عارف اجيبها. المراكب دي بتكون في اللهم صل على النبي بالليل، بعيدة قوي مش عارف مش باينة، دي بتكون بالليل. كل ده بيطلع بالليل عشان يصطاد سمك كده. يبقى انا هنا حلقتنا النهاردة، وشاكر لكم جدا، ويا رب تكونوا استمتعتم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، وتدعمونا في القناة، وتزورونا على كل الروابط الموجودة في صندوق الوصف. يلا سلام.